سلسلة طويلة من الاتهامات تم توجيهها لحركة المقاومة الإسلامية حماس خلال الفترة التي أعقبت وصول الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم. فتارة يتم اتهام الحركة بمسؤوليتها عن مقتل الجنود المصريين في رفح خلال شهر رمضان الماضي، وتارة باقتحام السجون المصرية خلال أحداث الثورة، وأخرى بمساندة إخوان مصر بنحو 7000 مقاتل من كتائب القسام لمواجهة المعارضة المصرية، ثم اتهام الحركة بتهريب أقمشة عسكرية عبر الأنفاق إلى غزة لتصنيع زي عسكري واستخدامه لإحداث الفتنة بين الشعب المصري وقواته المسلحة. وأخيرا وليس بآخر، كان أحدث تلك الاتهامات هو مسؤولية الحركة عن اختطاف الضباط الشرطة المصريين الثلاثة في 2 فبراير 2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكلما نفت الحركة اتهاما من الاتهامات المواجهة إليها لاحقها اتهاما غيره، فلربما كان وصول رئيس ذو خلفية إخوانية بمثابة النقمة على الحركة التي ظلت لسنوات عدة رمزا أساسيا من رموز المقاومة الفلسطينية الباسلة على أرض الرباط. ما يخشاه الكثيرون من أبناء فلسطين سواء كانوا مؤيدين للحركة أم معارضين لها هو تأثير تلك الاتهامات على تعاطف الأشقاء المصريين والعرب مع القضية الفلسطينية برمتها، وليس انحيازا لفصيلا دون آخر. والسؤال: ما الذي حول حركة المقاومة الإسلامية حماس من حركة مدعومة شعبيا ويتم التعامل معها بحذر حكوميا قبل الثورة وخلال النظام السابق إلى حركة مدعومة حكوميا ولكنها مرفوضة شعبيا نتيجة لكثير من هذه الاتهامات التي وجهت إليها مؤخرا؟ كيف ترى الحركة وقادتها هذه الاتهامات الموجهة إليها؟ هل هي فبركة صحفية؟ هل هي تقارير غير حقيقية؟ هل الحركة مفترى عليها في كل هذه الاتهامات التي لم تثبت كما يرى بعض من قادتها؟ كيف من الممكن أن يبرئون أنفسهم وكيف من الممكن أن يتعاملون مع الاتهامات التي وجهت إليهم بأنه القضية الفلسطينية خسرت كثيرا بسبب الكثير من هذه الاتهامات التي وجهت إليهم؟ ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفينا الكريم. بشرفنا سيادة اللواء دكتور محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك. بشرفنا أيضا الأستاذ طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في قطاع غزة. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا سيد طاهر، يعني اسمح لي تكون البداية مع حضرتك، كيف ترون هذه الاتهامات الموجهة إليكم في حركة حماس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني أقدر لكم هذا البرنامج الذي أمل أن يضع النقاط على الحروف بالفعل ويقضي على هذه الاتهامات التي أؤكد أنه لا أساس لها من الصحة، وأن الإشكالية من وجهة نظرنا أن هناك انقسام داخلي في الساحة المصرية. البعض يرى أن حماس باعتبار أنها تنتمي فكريا إلى الإخوان المسلمين، وبالتالي أن الهجوم على حماس هو بالتالي يصب في الهجوم على النظام المصري الحالي، ومن هنا ازدادت هذه الأحاديث الإعلامية حدة في الآونة الأخيرة، رغم تأكيدنا ونفينا القاطع لها أولا بأول. كنا أول من أدان جريمة قتل الجنود المصريين على حدود سيناء مع قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، وقلنا في حينه أن المستفيد من هذا هو الاحتلال الصهيوني، وأننا لا يمكن أن نتورط في قتل جندي مصري واحد من أبطال الجيش المصري الذي لطالما دافع عن فلسطين وقطاع غزة تحديدا. ثانيا قضية 7000 جندي، يعني 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 خليها واسعة شوية، يعني 7000 جندي عندما يدخلوا هاي يعني كتيبة أو لواء أو ربما أكثر من ذلك، ربما ساعة اللواء يقول لنا كم حجمها حتى تدخل وتتسلل وتأخذ أماكن وتتموضع، ولا أحد يدري كيف دخلت وكيف خرجت، وكأنهم يعني سوبرمان نزلوا من السماء وغادروا من السماء. ثم ليس استراتيجية حماس التدخل في الدول الأخرى. الثاني هو قضية تهريب القماش التي يعني البعض علق عليه في حينه عندما قلت أنه تحتاج إلى تحقيق وربما كانت قادمة لأجنحة عسكرية أو ملابس أطفال، وقلنا نحتاج إلى تحقيق. عندما أجرينا التحقيق تبين أنه لم تكن قادمة لأنفاق، ضبطت داخل سيناء، وظن البعض أنها كانت قادمة إلى قطاع غزة، ولكن
كل تحقيقاتنا أثبتت أنها لم تكن قادمة إلى قطاع غزة. بعد ذلك ضبط أقمشة أخرى في أماكن أخرى من مصر وكان بنفس الطريقة، ثم أنها كانت أقمشة ليس للزي الحالي للجيش، وإنما كان قد تغير قبل 3 أشهر حتى لو فرضية كانت قادمة لغزة، وأنا بكل التحقيقات لم تكن قادمة ولم تكن في نفق كما قيل، يعني هي ضبطت بالفعل في سيناء ولكنها لم تكن متجهة إلى قطاع غزة. طب إذن يعني تتبرؤون تماما من هذه الاتهامات بل وتأكدون أنه ليس هناك أدلة كافية عليها؟ ليس هناك أدلة خالص، مش أدلة كافية. طيب دكتور خلف، يعني هكذا يرد السيد طاهر النونو على هذه الاتهامات، ومن الممكن أن نتوقف عند مثلا هذه القضية الأخيرة، تهريب بعض من الأقمشة لتصنيع زي مماثل زي الجيش المصري، لم يتم ضبطه في نفق، لم يكن متوجها إلى غزة، ضبط في أكثر من منطقة حدودية غير غزة وغير سيناء بعض من هذه الأقمشة، ثم أنه الجيش كان قد غير زيه قبل 3 أشهر وهذه الأقمشة كانت مغايرة للزي الحالي، ما ردكم؟ هو الحقيقة يعني أنا مرحب بالأخ طاهر النونو موجود معنا، ودي فرصة كويسة قوي، ولنا أنوي الحديث ابتدأ بالقضايا التكتيكية. لو كلمنا في التكتيكية يعني احنا نقعد نتبادل الاتهامات، وأنا شايف مش هيكون منتج غير لما احنا نذهب ل المفاصل الاستراتيجية في أصل المشكلة ككل. وأعتقد هو ده اللي يعني إيه الأنسب نحن نتحدث عنه. يعني دلوقتي لما أتحدث إحنا عندنا 3 أخطاء استراتيجية كبار قد كده، لو رحنا ناحيتهم يبقى هنتكلم في التكتيك. الخطأ الأولاني، وده الأستاذ طاهر هيجاوبنا عليه، الأنفاق دلوقتي الأنفاق، وهو طبعا عارف ان، وهو برضو هيجاوب على السؤال، احنا نعلم جيدا ان حماس ليست القوة الوحيدة الموجودة او الجماعة، هي صحيح الرئيسية ولكن فيها اطراف ويتحدث عنها داخل القطاع، داخل القطاع بكل تأكيد، وفيها يعني ليست على وفاق. الجزء الاول، حماس دلوقتي تعرف ويعرف جيدا، مستر يعرف جيدا انها اصبحت حقيقة، مش عايزين نلف من غير ما نتكلم اقمش، لا أصبحت تهدد أمن وسلامة البلاد نتيجة في تسربات بتخش وبتستغل بشكل أو آخر. تسربات لإيفن؟ لا أفراد، لا أفراد، في أفراد ما بتكلمش على الألاف والكلام ده، طبعا ده كلام أنا يعني لا أتفق مع الكلام على الألاف، طبعا ده كلام غير منطقي، ولكن هو مرصود فيه. بنتكلم على أفراد، بنتكلم على حاجات. قبل ما أتكلم في تكتيك، السؤال دلوقتي الأنفاق، يجب على حماس أن تأخذ هي المبادرة لتستعيد مكانتها في الشعب المصري. هذه المبادرة، وطبعا لازم يقابلها على الجانب آخر مبادرة أخرى بكل تأكيد، يجب أن تعني حماس بنفسها أن تغلق الأنفاق نهائيا من داخل القطاع. احنا معانا على الهواء يعني عملية، او نقدر نقول اخر عملية لهدم واحد من الانفاق مع قطاع غزة، وطبعا الطريقة الجديدة اللي بتبعها الجيش هي عملية الاغراق، من خلال اغراق هذه الانفاق بالمياه العذبة وبالتالي اغلاقها. ولكن يعني لدينا خبر النهاردة وربما نشوف في المصري اليوم عن محاولة لشق وحفر نفق جديد ضخم وعملاق وموازي للخط الفولاذي اللي تم انشاؤه منذ سنوات. كل ده تداعيات. لو رحنا لاصل الموضوع، دلوقتي احنا عندنا محدش هيختلف الشعب المصري بمعاناة شعبنا في غزة واهلنا في غزة وضرورة حصولهم على كل احتياجات. دي مسألة يعني الشعب المصري. طب ايه البديل عن الانفاق؟ هل المعابر هي كافية؟ المعابر تتفتح، المعابر تتفتح وممكن فتحها على سطح الارض، واحنا ما هو الموضوع مش هنقوله بقى كل واحد، لا، الحماس عليها ان تعلن رسميا في فتره زمنيه محدده الاغلاق التام، بدل من هذا الاجهاد عشان في كذا نقطه، الاغلاق التام، واحنا كلنا هنقف وراها بضروره فتح الابواب، واسرائيل مش هتقدر تفتح بقها معانا. الجزء الثاني المهم، وده مقابل هذا العمل، ويجب ده حل ومفيش حاجه غيرها. عندنا احنا لم نتهم احد في حادث رفح،
ولكن انا بعتقد ان كمان حماس عليها التعاون بالمطلق. ايوه. في كشف الحقائق انت تعاون، لان طبعا الكلام بيتقال فيه مفردات، انما حماس لازم تعترف ان هي المسؤوله ادبيا وقانونيا، مسؤوله في طول ما الانفاق دي مفتوحه، طول ما هي يقع عليها عبء المسؤوليه، ولا يجوز ان احنا نتستر كده كلنا مع المقاومه. تتعاون بمعنى ان تدلي بمزيد من المعلومات تقبل بعض المتهمين. بس هو غلق الانفاق هيفتح لنا الباب لحاجات كتير. غلق الانفاق يسمح لنا ان نروح لهم ونقعد نروح هناك، ولكن لازم البدء باغلاق الانفاق. هنا بقى كمان الجانب الاخر اللي هو مدي ضبابيه على علاقه حماس في مصر. تمام. بعد وصول الاخوان للحكم هو عدم شفافيه الرئاسه المصريه. اهلا وسهلا بالاخوه في حماس. اهلا وسهلا بيكم. واهلا بالاخ خالد مشعل. اهلا بالجميع. اهلا بكل الاشقاء العرب. ولكن اين العنوان الاستراتيجي للتعامل معه؟ لا يمكن ابدا بيجوا اهلا وسهلا بمعنى ايه فندم؟ لازم ما هي استراتيجيه مصر؟ الاستراتيجيه مش واضحه. المفروض الاستراتيجيه واضحه، وانا اتصور ان الاستراتيجيه لمصر ان مصر يجب ان تقف على مسافه واحده بين الشقيقين في الضفه والقطاع، ونبدا نشتغل في اتجاه لم الشمل مره واحده، لان على الجانب الاخر القضيه بتضيع ويعلم هذا اسرائيل. يعني ان يكون في تحديد لشكل العلاقه ما بين الحكومه المصريه الرئاسه المصريه وحماس مصر وقطاع غزه. هذا حق للشعب. لان هل في تخوف من فكره معينه؟ يعني البعض يتخوف من انه الفكره لدى التيارات الاسلام السياسي انه لا حدود للدوله، ولكن حديث عن اماره اسلاميه او امارات اسلاميه. هو ده اللي بيدي الضبابيه. يعني لما يجوا الاخوه بيجوا يقابلوا المرشد، دي جماعه دي موجوده هي حره في نفسيها، المقابلات على المستوى الشخصي لا مشكله، ولكن لابد من الاعلان. انا بتكلم على الاسباب الاستراتيجيه التي اضحت ادتنا الشكل كله شكل، لما بنجمع الحاجه مع بعضيها دي العناوين الاستراتيجيه. طيب اسمح لنا نستمع لسيد طاهر نونو ورد على كل هذه الامور. يعني سياده اللواء بيحدد البدايه باعلان حماس اغلاق، أن تبادر بإغلاق هذه الأنفاق، ومن ثم تصبح الأمور متاحة لأي نقاش وأي تفاوض. يعني الحقيقة سعادة اللواء وضع يده على نقاط حقيقية تحتاج، وهي نقاط أساسية في العلاقة الثنائية. أولا في موضوع الأنفاق. الأنفاق أنا أعلن باسم الحكومة الفلسطينية، وقد أعلن ذلك رئيس الوزراء في مقاله الذي نشر في الأهرام، استعداداً التام بشكل مطلق وكامل إغلاق كل الأنفاق نهائياً، وأن لا نبقي أي نفق منها، ولكن ذلك حال بدء دخول البضائع بشكل قانوني ورسمي من فوق الأرض. ما نريده هو احتياجاتنا، لا نريد أن نؤثر لا على اقتصاد مصري، ولا أن نلقي أنفسنا في أحضان مصر، ولا أن نكون سببا في أي اضطراب يحدث في مصر. ولكن شراء هذه البضائع على الأقل دخولها من الموانئ المصرية، أو شراءها بالدولار عندما فتحت الحدود في عهد رئيس سابق حسني مبارك ودخل 750,000 فلسطيني عادوا جميعهم إلى قطاع غزة، لم يبقى أحد، وفي تلك الفترة مليار إلى مليار ونصف دولار. وده ربما يرد وينفي الاتهامات التي وجهت إلى حماس أنها تعمل على توطين بعض من أبناء غزة في جزء من سيناء. إحنا ما نريده هو فلسطين من البحر إلى النهر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، سواء كانت فلسطينية أو مصرية. لا توجد أي أمان في سيناء، جزء من سيناء. دفعنا ثمن قادتنا الشيخ أحمد ياسين، دكتور رنتيسي، وكلهم كانوا يقولوا لأن فلسطين من البحر والنهر. رفضنا التوطين في الأردن، ورفضنا في لبنان، ونرفض في سيناء في 55، ورفضنا أي محاولة لأن يقال بأن هناك وطن بديل للشعب الفلسطيني ما عدا فلسطين الفلسطينيين وكل الأمة، ومصر لأبناء شعبها ولأهلها. هذا الكلام لا نريد. وهذه نقطة الأنفاق احنا مستعدين لإغلاقها إذا فتحت الحدود. طب ماذا عن الأخبار التي تتواتر أنه حماس بالفعل الآن تشق وتعمل على حفر نفق آخر عملاق؟ هنا لا يوجد ولا نفق لحماس بالمناسبة. يعني كل هذه الأنفاق هي فتحت بجهود من أناس كانوا على الحدود واستخدموها لإدخال البضائع، ولكن أن يكون للتنظيم نفسه أو ولكن البعض يتحدث عن حالة من الثراء، يعني ضربت ببعض من قادة حماس و أعضاء حماس المتواجدين في غزة نتيجة لإدارتهم لهذه الأنفاق والتجارة الرابحة نتيجة لتواجد هذه الأنفاق. هنستمع لإجابة حضرتك سيد طاهر نونو. اسمح لنا لازم نطلع فاصل إعلاني سريع، وبعدها نعود لنستمع إلى التعليقات والإجابات.